طيب إلى الآن هل القرآن جزئ؟ لا، حزب؟ لا، لم يحزب ولم يجزأ ولم يرقب. الآن الذي أضيف النقط والضوابط فقط، الذي أضيف هو التنقيط والضبط. جاء الحجاج بن يوسف الثقفي رضي الله تعالى عن غيره، وكان يبي يتعبد بالقرآن الكريم ويريد أن يقرأ وكذا، فجمع العلماء وقال لهم أنا أريد أتعبد بالقرآن وأختمه في كل أسبوع، فجزئوه لي على 7 أجزاء. ويبدأ هذه التجزئة لي تبدأ بعمل إحصائي، عد وحساب، كم سورة، كم آية، كم كلمة، كم حرف في القرآن الكريم، وبدأوا يعدوا السور كم؟ 114 سورة. الآيات كم؟ 6348 آية بالبسملة، 6236 آية من غير البسملة، 6236 آية من غير البسملة، 6348 بالبسملة. وبعدين كم كلمة في القرآن؟ عدوا كم كلمة؟ 77,000 كلمة و400 كلمة و40 كلمة إلا كلمة، 77,000 كلمة و400 كلمة و40 كلمة قاصر كلمة، يعني 77,439 كلمة. طيب عدوا الحروف عاد، كم عدد الحروف؟ 320,000 حرف و15 حرف، 320 حرف و15 حرف. بعد هذا العد بدأ عاد يقسم الأجزاء، وخلاه الحجاج بن يوسف 7 أجزاء فقط، ما زال، لأن الرجال كان عابد يختم القرآن كل أسبوع ختم ختمة، رب قارئ من القرآن والقرآن يلعنه. وهكذا استمر الأمر على عهد الحجاج بن يوسف الثقفي، 7 أجزاء القرآن كله، إلى أن جاء واحد اسمه أبو بكر بن أبي عياش، أبو بكر بن أبي عياش، قال لا حاجة لأن نتكلف تكلف الحجاج بن يوسف، ولنجعل القرآن 20 جزء. وفعلا في عهد أبو بكر بن أبي عياش جزئ القرآن إلى 20 جزء، صار القرآن 20 جزء. والعشرين هذه استفادوا منها صلاة التراويح، كان يصلوا 20 ركعة. احنا عندنا في عمان يصلوا 20، كالشيخ السامي رحمه الله في التلقين يقول صلي 20 لا أقل من ذلك، ويقول في مدارج الكمال يقول ينبغي في اليوم والليلة أن، يعني في سائر الأيام سائر غير رمضان، يقول ينبغي في اليوم والليلة أن يأتي 30 تطوعا يسن بين طلوع واستواء وضحى 8 ركعات تسمى بالضحى، وأربع قبل صلاة الظهر وبعدها أيضا وقبل العصر وبعد مغرب وبعد العتمة 4 و4 فذي متممة، وركعتان قبل فجر بهما يتم هذا العدد العليما، يعني 30 ركعة. وبعدين قال وإن يكون شهر الصيام فزيدي في ليله 20 للتعبد. الشيخ السامي يقول وإن يكون شهر الصيام فزيدي في ليله 20 للتعبد وهي التراويح، فمن زاد على ما قد مضى حاز المقام في العلا. اللي بيزيد فوق 20 يزيد، لكن 20 للتعبد. الشيخ صاحب قواعد الإسلام، إذا عندكم كتاب قواعد الإسلام راجعوا كتاب باب التراويح في قواعد الإسلام، يقول وبلغنا عن العمانيين أنهم كانوا يصلون التراويح 40 ركعة. 40 ترى العشرين والأربعين يعتبرون تخفيف، 8 أصعب من العشرين، والعشرين أتعب من 40. كيف؟ الـ8 ركعات يختمون فيها القرآن، يختمون فيها الجزء، 8 ركعات جزء في 8 ركعات يعني طول القيام، لكن لو خلاها 12 ركعة أخف بيكون، بيركع بيسجد، وبعدين إذا خلاها 20 ركعة بيكون أخف.
في العشرين ركعة في الركعة بيقرأ صفحة لأنه بيختم جزء كامل، يريد أن يختم الجزء في كم صفحة؟ الجزء في 20 صفحة، الحزب في 10 صفحات، فهو عشان يختم جزء في اليوم يصلي 20 ركعة في الركعة صفحة، كلا يتقل يصلي وهو مرتاح، لكن 8 ركعات يختم فيهم جزء من القرآن، الوقفة بالطول والركعة بتكسح، مثل قال الناس الطير من بعد 3-5 ليالي كذا لا تحصل حد معك يصلي في المسجد الباب، حتى من الدرائش بيطلعوا ما من اللي بالباب يجلس لك يخلك السحسة يقبلهم مدهامتان وركع قل طولت فقل مدهامتان قل مدهامة واحدة والثانية يجيه في الركعة الثانية والركعة الثانية طولت مدهامتان. فخلوهم 20 جزء في عهد أبي بكر بن أبي عياش، فكانت 20 مناسبة، ثم بعد ذلك حزبوها إلى أحزاب فصارت 60 حزب، الجزء مشتمل على أحزاب فصار 60 حزب. ثم بعد ذلك تطورت المطابع فجعل القرآن الكريم على صورة مقاربة لهذه، ثم طور بعد ذلك في الألوان وفي الزخارة الأشكال، إلا هذه هي الصورة التي جعلوه عليها قديمة، يعني في العهد العثماني كان موجود، لكن العثمانيين عندهم طريقة إلى الآن ماشيين عليها في الحفظ. قلنا الجزء 20 صفحة في الدولة العثمانية، وإلى الآن الأتراك يريد أن يحفظ القرآن، إيش يسوي؟ يحفظ الصفحة الأولى من الجزء الأول، ثم ينتقل إلى الصفحة الأولى اللي هي صفحة 21 أي أول جزء الثالث، ثم صفحة 41 اللي هي أول جزء الثالث، ثم صفحة 61 اللي هي أول صفحة الجزء الرابع، حتى إذا انتهى من الجزء 30 رجع إلى الصفحة الثانية من الجزء الأول، ثم 22 الجزء الثاني، ثم 63 الجزء، وهكذا هذه طريقتهم في الحفظ. أما إحنا نمسك 1-2-4 وهكذا. فجعل القرآن على هذه الصورة، مقسم إلى أجزاء إلى أحزاب، ثم إلى 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 أثمان أيضا، ثم إلى ركوعات، و15 سطر 600 صفحة، هذا هو القرآن الكريم.